بالنسبه للاسعار اليوم الاثنين في ولايه الجلفه عندنا الاسعار منخفضه جدا، الاسباب نتاعها هي جفاف، هي ناس مصارف تاع الاعلاف، هذه اللي راه خلات الناس تعاني ياسر ما طاقتش. رانا في قبل من هذا الموضوع، هي احنا حتى وراهم يقولوا راه يعاونوا في الموال، موال لحد الساعه راه مازال هذا حوايج مقبول منها. اسعار اخويا راها معقوله، جايه في الوزن، ما هي قاليه ما هي في السعر، هبطت بالنسبه للقلال اللي كان هبط. اسعار الاضحيه، اسعار الاضحيه راها نورمال، راها نورمال، السوم راها في السوق راها معقوله، معقوله 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 السوم الحمد لله كمش راها معقوله. ما بين وبين الاسعار راها هابطه شويه لاباس، ما بين وبين ما بين وبين راها ما هي باينه هيك ما هي باينه.